الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من المواجهه كون فيها مع حضراتكم على مدار هذه الساعه. انا لما جبريل. المواجهه الاولى النهارده نفتح فيها ملف دور الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده، وهي اداه من ادوات الدوله لحمايه المستهلك ومراقبه جوده السلع في السوق المصريه. الاداه هنا مش بتتعامل بشكل مباشر مع الجمهور او مع المستهلك، ولكن من جهه المصنع في مختلف بقى المنتجات، اذا كانت غذائيه او صناعيه او هدوم أو. ولكن الهام هنا أنه في الكثير من الأسئلة، إلى أي مدى هذه الهيئة أو الإدارة لها دور في زيادة الصادرات وجودة الصادرات المصرية وجودة حتى اللي بيتباع في السوق المصرية، وشكل تعامل هذه الهيئة مع حماية المستهلك، بما أن المستهلك أو المواطن بيتعامل مع حماية المستهلك فشكل العلاقة إيه؟ لأن هنا في هيئة بتتعامل مع المصنع أو مع المنتج، وفي هيئة أخرى بتتعامل مع المستهلك بشكل مباشر، يعني أي شكوى مننا بتروح على حماية المستهلك. في نقطة تانية متعلقة بجودة الواردات اللي بيجي لنا السوق المصري من الخارج، ده إلى أي مدى هذه الهيئة بتتحكم في جودته وكفاءته؟ طبعا هو حائط الصد الأول لحماية المستهلك زي ما قلت لحضراتكم من جهة المنتج أو المصنع. الكثير من المحاور في هذه المواجهة مع ضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. أما المواجهة الثانية يتجدد فيها لقائنا الأسبوعي مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحليم أنديل وقراءة في أهم المستجدات على الساحتين المحلية والدولية. البداية مع وزارة الموارد المائية والري، والحقيقة أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل ل 4269 كيلومتر في مختلف المحافظات، ودلوقتي جاري تأهيل ترع بأطوال تصل ل 4380 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2561 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ. احنا بنتكلم عن إجمالي الأطوال اللي شملها المشروعات المتعلقة بتبطين الترع حتى اليوم حوالي 11210 كيلومتر. أيضا تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 46 كيلومتر. حقيقة أنه لا شك أن هذه الأعمال خصوصا تبطين وتأهيل الترع بتحقق العديد من المكاسب على المواطنين خصوصا في المناطق الريفية. خلونا نفهم أكثر، يعني إحنا عندنا إنجاز بأرقام هائل فيما يتعلق بتبطين وتأهيل الترع المصري، ولكن خلونا نفهم خلال العرض المعلوماتي التالي شوية أرقام نستعرض على حضراتكم مزيد من الأرقام حول هذه المشاريع في الريف المصري خصوصا، ونعود لنواصل هذا الملف. معنا عبر الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة المائية والري. يا باشمهندس برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. احنا وصلنا ل 11210 كيلومتر تقريبا من عمليات تبطين وتأهيل الترع في جمهورية مصر أو جمهورية مصر العربية. إلى أي مدى بدأ المواطن يلمس قدر الاستفادة الواقع عليه من مشروع تبطين وتأهيل الترع؟ لأنه الحقيقة ما زال هناك في قطاع ليس بالقليل من الناس، لأنه بيتابع يمكن من خلال الإعلام أو الصور بس، أنه المشروع بأكمله ممكن يقتصر على تحسين شكل هذه الترع بدون بقى الدخول في تفاصيل التأهيل الحقيقي والاستفادة اللي بتعود على المواطن. لا، هو بالحقيقة لا، في فوائد كتيرة جدا جدا وبتعود على أهالينا المزارعين في المقام الأول، وإحنا بنتكلم دلوقتي كمان على يعني أرقام كتيرة.
بنتكلم على حوالي 4300 كيلو متر تم الانتهاء من تنفيذهم، و4400 جاري العمل فيهم، ده من اصل 20,000. يعني احنا بنتكلم على نسبه كبيره جدا، سواء المنتهي او الجاري ممكن حوالي 45% من اجمالي اطوال الترع، ودول موزعين في جميع محافظات الوادي والدلتا. فالحمد لله ميزه هذا المشروع ان هو موجود في اماكن مختلفه، فكل واحد في اهالينا المزارعين شايف هذا المشروع، عارف قيمته او جاري تنفيذه حاليا او قرب ان هو يبتدي قريبا. الحمد لله احنا لاحظنا يعني تحول كبير جدا ومكاسب كبيره جدا اتحققت نتيجه اعمال تاهيل الترع. يكفي عمليه اداره الميه بشكل سليم، ده في حد ذاته مكسب كبير جدا بيعود على اهالينا المزارعين بفايده كبيره، لانه كان زمان كنا في مشاحنات بتحصل بين المزارعين على بعض الترع، لان الميه مش قادره توصل لنهايه الترعه. اللي في اول الترعه بيروي ارضهم، واللي في الاخر ممكن بيستنى 6 و7 ايام لما يروي وبيشتكي، وبتحصل ممكن مشاحنات بين المزارعين على نفس الترعه. دلوقتي الحمد لله المشكله دي انتهت تماما، لانه المجرى المائي بقى بالكامل سليم، بقى بيقدر يوصل الميه لغايه اخر مزارع بدون اي مشاكل، في خلال ساعتين ثلاثه الميه بتكون عنده. طبعا تطور كبير جدا، عدالة في توزيع المية، سهولة في وصول المية، حل للشكاوى. مش كده بس، ده في أراضي في بعض الأماكن كانت أصبحت أراضي بور منذ سنوات بعيدة بسبب عدم وصول مياه الري ليها، تم ريها بالفعل لما شبكة المجاري المائية تأهلت، فبقت قادرة توصل له لهذه الأراضي اللي اتسابت بقى لها 10 و15 سنة مش بتتروي. ده مكسب جديد، دوت بيعمل سعادة كبيرة بين الأهالي. في أبعاد أخرى كتيرة، يعني أنا عندي جودة أرض ورقعة حتى زراعية، هنقول بشكل أو بآخر تم التوسع. بالضبط، بعض الأماكن كانت بور واتروت ما كانتش مية توصل لها. في كمان المزارع لما بيطلب المية بيلاقيها في ميعادها، ده مكسب كبير ليه، بيأثر على المحصول بتاعه بالإيجاب، لأن هو المية لما بتتأخر بتأثر سلبا على المحصول، لأن المحصول بيعطش شوية، فده ممكن يأثر على جودته أو حجم الإنتاج بتاعه. لكن لما بيوصل له في ميعاده المظبوط بيحسن إنتاجيته وجودته. كمان نوعية المية، وجود الملوثات ووجود الحشائش والقمامة والحيوانات النافقة وخلافه، كل دوت بيأثر سلبيا على نوعية المية. ازاي تحافظوا ده بفندم على اللي موجود دلوقتي، لانه ده سلوك كان للأسف موجود، استخدام الترعة بهذا الشكل بعد ما تم تأهيل وتبطين العدد المهول من الكيلومترات ده، ازاي نحافظ على ده؟ هو طبعا بحاجتين، اولا في متابعة مستمرة من أجهزة الوزارة، والحاجة الثانية هي وعي الناس، ودي الحمد لله حاجة احنا يعني رصدناها بشكل فوق الممتاز. يعني نادرا لما بقينا بنواجه مشكلة في الترعة المؤهلة ان احنا نلاقي فيها قمامة، الناس هي نفسها اللي بقت بتخاف على هذه الترعة، بتلاقي قدامها منظر. انا اي انسان فينا بيلاقي حاجة حلوة قدامه بيخاف عليها، بيخاف ان هو يدمرها او ان هو يسوق اللي هو شايفه قدامه. في المقام الاول باشمهندس، يعني لو المواطن مستفيد هياخد باله زي ما حضرتك ذكرت من هذا الامر، لانه اكل العيش في الاخر يعني. بالظبط، منظر جمالي، الانسان شايف شيء حضاري قدامه، ويعني نتكلم على مشروع ضخم ب 80 مليار جنيه، احنا كلنا دافعين هذه الفلوس، المصريين دي فلوسنا كلنا، بنعمل حاجه لبلدنا. فالناس حاسه بحجم المجهود وحاسه بحاجه حضاريه وحاجه عظيمه معموله، فالاهالي نفسهم في كل مكان هم اللي بيحافظوا عليها، ودوت بينعكس على قدره هذا المجرى المائي ان هو يوصل الميه، ويوصل ميه نوعيتها كويسه ما فيهاش اي ملوثات، غير مكاسب كتيره. يعني انا في بعض المناطق طبعا لما القطاع المائي تم عودته الى وضعه الطبيعي، جوانب الترعه بتوفر فيها مساحات من الاراضي اتعملت عليها طرق او اتوسعت طرق كانت قائمه. طب انا عايز اسال حضرتك يا باشمهندس في هذا الامر، هل التحسين والتاهيل والتبطين اللي حصل للترع ممكن يكون رفع في القيمه السوقيه للاراضي الزراعيه اللي بزمام هذه الترع؟ طبعا اثر بالايجاب كمان على هذه النقطه، لانه المزارع لما كانت الميه بتاعته بتوصل له بصعوبه، ده بيخفض قيمه ارضه لما يجي يبيعها مثلا، لان بيبقى هو ارضه فيها مشكله ما ان الميه بتوصل لها بصعوبه، لكن لما تبقى الميه بتوصل لها في ميعادها والمشكله اتحلت، ده بيرفع القيمه السوقيه
للأرض بتاعته. نعم. ده أحد المكاسب إلى جانب الطرق اللي تم عملها بشكل كامل أو توسيع الطرق قائمة، ده بيخدم أيضا المناطق الريفية بيستخدمها أهالينا في إن هم الجرارات الزراعية خلافه بتتحرك، وكمان معدات الري تعرف تتحرك لأي أعمال سيارة مطلوبة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الوزارة المائية والري. خلونا نروح لخبر آخر. واكتشفت البعثة الأثرية التشيكية التابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات عن خبيئة لمواد التحنيط، وده أثناء أعمال الحفر الأثري داخل مجموعة من أبار الدفن اللي بتعود إلى عصر الأسرة 26 واللي بتقع في الجزء الغربي من جبانة أبو صير. وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه الخبيئة تم العثور عليها داخل بئر ضخم على عمق أكثر من 14 متر يحتوي على مواد للتحنيط فريدة من نوعها، تتكون من 370 إناء فخاري حجمه كبير مقسم ل 14 مجموعة بتضم كل مجموعة من 7 ل 52 إناء. الإشارة هنا أيضا إلى أنه هذه الأواني بها بقايا مواد كانت بتستخدم أثناء عملية التحنيط، والصور يمكن بتوضح أمام حضراتكم. في الحقيقة أنه موسم 2021 للبعثة الأثرية التشيكية كان جزء من مشروع طويل الأمد بيهدف لكشف عن الأثار اللي بتعود إلى حقبة كان المجتمع المصري القديم بيبحث فيها عن وسائل جديدة لكيفية الحفاظ على الهوية المصرية الفريدة. وقد لعبت الحقيقة مقابر أبو صير اللي تم بناؤها بطريقة مماثلة لهرم زوسر الشهير دور رئيسي في إظهار الثقافة المصرية الفريدة من نوعها، واللي تم التعبير عنها من قبل الحقب المصرية في تلك الفترة وما أعظمها الحقيقة. تعتبر الجامعات الأهلية أحد الروافد الجديدة والمتميزة اللي بتتيح فرص ثمينة للحصول على تعليم عالي بمستوى دولي من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية. عشان كده الحكومة المصرية بتتابع عن كثب الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها في هذا الإطار. الجامعات الأهلية بتعتبر غير هادفة للربح، وهي أحد الروافد الجديدة والمتميزة والتي تتيح فرص الحصول على تعليم عالي ولكن بمستوى دولي. الحكومة المصرية أكدت على ضرورة العمل على زيادة معدلات تنفيذ الجامعات الأهلية بحيث تنضم إلى الكيانات العلمية التعليمية الكبرى في أسرع وقت. استراتيجية الحكومة بتقوم على الأساس على إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة القادرة على تحسين جودة التعليم من خلال الاستعانة بالكوادر الأكاديمية المتميزة وعقد شراكات مع جامعة دولية مرموقة لطرح برامج مزدوجة الشهادة تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل الإقليمية والدولية. وفيما يخص بالموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الأهلية المختلفة، تم الانتهاء من جامعة المنصورة الأهلية بنسبة تنفيذ 58.30%، وبني سويف الأهلية بنسبة 60.5%، أما بنها الأهلية بنسبة 62%، وشرق بورسعيد الأهلية بنسبة 43.3%، قناة السويس الأهلية بنسبة 56.5%، بالنسبة للزقازيق الأهلية بنسبة 63.5%، وأسيوط الأهلية بنسبة 58.5%. أما بالنسبة لموقف جامعة المنوفية الأهلية ونسبة انتهائها نتكلم إن هما دلوقتي 28%، جنوب الوادي الأهلية تم الانتهاء من 58% من الأعمال التنفيذية على الأرض. مشاهدينا الكرام، دي كانت متابعة موجزة وسريعة لجهود الحكومة فيما يخص الجامعات الأهلية والموقف التنفيذي الخاص بإنشائها والنقلة النوعية اللي هتقوم بها الجامعات الأهلية في جيل جديد طالع بتعليم
من خلال هذه الجامعات. زي ما قلت لحضراتكم بتوفر في بعض الأحيان في بعض التخصصات شهادات مزدوجة. الجامعات الأهلية يجب أيضا ذكر ذلك إنها فيها تخصصات مختلفة تماما عن كل الجامعات المصرية، تخصصات جديدة بيحتاجها سوق العمل الجديد، ونسبة أو شكل الإقبال كان عليها هائل الحقيقة مع شهادات أو مع تنسيق الماضي. خلونا نروح هذا فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وبعد هذا الفاصل أولى مواجهة هذه الليلة. تعتبر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هي المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوط بها القيام بجميع أنشطة وتقييم المطابقة للمنتجات والاختبارات والمعايرات الصناعية لرفع جودة المنتجات المصرية لتأهيلها للمنافسة في الأسواق الدولية والمحلية. الاختبارات اللي بتتم في الإدارة عبارة عن ثلاث محاور: اختبارات أداء، اختبارات أمان، اختبارات كفاءة الطاقة. المعمل هنا أحد معامل اختبارات الأمان للمنتجات الكهربائية زي وحدات الإضاءة ولوحات التوزيع وأي منتج كهربي بيتحط أو الدور، عشان نشوف مدى نفاذية المية أو مدى تأثير نفاذية المية في المنتج ومدى تأثيرها. الإدارة الكيماوية فيها 11 قسم، 11 قسم تشمل جميع منتجات المواد الكيماوية زي مثلا البلاستيك والمطاط، زي البويات، زي الجلود، منتجات الجلود بجميعها، الأوراق، الورق، معمل الورق أو قسم الورق، في معمل الأخشاب، في معمل مواد البناء، في معمل الإكس راي اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، في معمل الأتوميك. دي الأقسام اللي موجودة في الإدارة الكيماوية. تضم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عدة إدارات متخصصة تقوم بنشاط واسع على المستوى الدولي والإقليمي. عن طريق حضرتك في إدارة عندنا اسمها إدارة الجودة، بتسحب العينة من العميل عن طريق المصانع، وبعد كده بتوزعها على المعامل بتقوم باختبارها طبقا. دايما لما بنيجي نتكلم عن مزايا اي منتج او خدمه بنقول انه بيلتزم باعلى معايير الجوده. طيب مين بقى اللي بيضمن انه بيلتزم بالمعايير دي، ومين اللي بيحدد اصلا هذه المعايير؟ كل المهام دي جزء من ادوار الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده. الهيئه دي كل مهمتها واساس العمل فيها هو تقديم اعلى معايير ومواصفات للجوده في المنتج بهدف حمايه المستهلك او المواطن او حضرتك. عشان نعرف اكثر عن صياغه الهيئه لمواصفات ومعايير الجوده الخاصه بالسلع في السوق، وازاي بيتم تحديد وبيتم ايضا مراقبه تطبيق مواصفات الجوده للمنتجات المصريه حفاظا على جوده ايضا الصادرات، وده ملف تاني في الهيئه، اسمحوا لي ارحب بضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور مهندس خالد الصوفي رئيس الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده. يا دكتور برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك، ميرسي جدا. خلينا في البدايه اسال حضرتك عن الادوار اللي بتلعبها الهيئه في اطار حمايه المستهلك. تمام. الهيئه الحقيقه كان يعني عريق، احنا من سنه 1957 رقم كبير قوي يعني. هي البوابه لكل حاجه، البوابه للصناعه والتجاره والصادرات والواردات وكل حاجه. اي حاجه في الدنيا بتبتدي بستاندرد، بمواصفه قياسيه. والقلب النابض عندنا للهيئه هو الاداره المركزيه للمواصفات القياسيه، التوحيد القياسي اللي هي بتصدر جميع المواصفات القياسيه الموجوده. الهيئه لحد دلوقتي اصدرت حوالي 9000 مواصفه. بنعمل ابديت للمواصفات بتاعتنا بصوره دوريه كل 5 سنين طبقا للنظام العالمي. عندنا لجان على اعلى مستوى هي اللي بتطلع المواصفات ديت، اكيد طبعا طبقا للتوجهات الرئيسيه، وان احنا لازم نشتغل يعني اب تو ديت ونشتغل على الليتست اللي بيحصل في العالم. الأحدث. كل المواصفات بتاعتنا متوافقه مع احدث اصدارات صدرت في العالم. مش في الاتحاد الاوروبي بس. فالهيئه ليها دور كبير ان احنا نرتقي بجوده المنتجات. طب ازاي؟ ان انا عشان اطلع منتج لازم يكون ليه مواصفه. فبتبتدي البدايه او المربع رقم صفر هو ده اصدار المواصفه، انك تصدر مواصفه قياسيه سليمه متوافقه مع المواصفات الدوليه، وده النظام العالمي اللي موجود، ان كل المواصفات الدوليه غالبا بتبقى متوافقه مع بعض، الا في حاجات يعني بيبقى ليها زي ما بنقول طابع وطني، او يعني بيبقى ليها زي اختصاصات معينه. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا في حاجه زي مثلا مواصفات الاسمده، هنلاقي ان مصر مثلا التربه فيها مختلفه، فلازم انا اراعي الحته ديت وانا بصدر المواصفه ان هي تكون ليها كومباتبل مع مع الانفايرمنت الموجود، مع البيئه. انما في ان جنرال كل مواصفاتنا مواصفات عالميه او متوافقه مع المواصفات العالميه والدوليه. حضرتك اتكلمت عن لجان
لجان متخصصة في وضع المعايير أو مراقبة حتى الجودة والمعايير. اللجان بتشرف على قطاعات إيه؟ احنا عندنا بنصدر المواصفات بتاعتنا في كل القطاعات الغذائية، الكيميائية، الغزل والنسيج، جميع القطاعات الهندسية. اللجان ديت بتشكل ازاي؟ يعني اللجان ديت احنا بيبقى فيها حاجة في سيستم دولي لتشكيل اللجان احنا ملتزمين بيه، ان انا بجيب ناس ممثلين اللي بنقول عليهم كل الستيك هولدرز، بجيب حد من المجتمع نفسه، بجيب حد من المصنعين، بجيب حد من الوزارات، لو هنشتغل مثلا في حاجة زي الكهرباء يبقى حد من وزارة الكهرباء، حد من الشركات اللي شغالة في الكهرباء، حد من المستهلك نفسه اللي هو اللي بنقول عليه الراجل اللي هيوصل له الخدمة المتلقي الكاستمر يعني. بنجيب حد من الوزارات الكبيرة المعنية زي مثلا ممكن وزارة الدفاع، وزارة الداخلية. بتوصل احيانا لان احنا مثلا يعني كان عندنا لجنة لسه مشكلة قريب فيها حد من مشيخة الازهر ودار الافتاء، لان فيها في حتة في الاغذية مثلا فيها رأي ديني، فمش انا اللي هقول رأي الدين ولا الممثل بتاعي ولا ممثل مثلا كلية الزراعة او الحجر البيطري او whatever يعني، لا بيبقى انا محتاج حتة فيها رأي ديني فمحتاج حد من هناك. فاحنا اللجان عندنا بيبقى فيها تشكيل متوازن من كل الجهات المعنيه. طبعا فده بيخلي المواصفه في الاخر تطلع بصوره قويه جدا كل الناس شاركت فيها. طيب مش ده بس، كمان احنا طلعنا المواصفه او اللجنه ديت عملت الدرافت ده بعد دراسات وفتره من الوقت طويله جدا. ايه اللي بيحصل؟ بنعمل له كمان سيركيوليشن، بنعمل له زي تدوير على كل الجهات المعنيه. يا جماعه ادرسوا المواصفه ديت ورد علينا في خلال 60 يوم. عندك ملاحظات بيبعتها لنا، بنبتدي نعمل لجنه تانية بتبقى بس تبقى اسرع شويه، ان هم بيشوفوا بقى الملاحظات ديت وتاثيرها على المواصفات. محتاجين نغير حاجه في حالات التحديث كل حاجه فهم. ولا في حالات مثلا في منتج جديد ولا كل حاجه هنطلع مواصفه جديده المنتج جديد او حدث مواصفه. طبعا احنا عندنا اكتر احنا ديلي لا ما احنا عندنا يعني عندنا ديلي اكتر من 40 50 لجنه شغاله. في هل عمليات مراقبه بعد كده؟ في عمليات تفتيش؟ في مفتشين؟ يعني اللي بيحصل ايه بعد ما حضرتك نزلت الكتالوج بتاع عملنا مواصفه؟ تمام، في يعني في ادوار مختلفه للجهات الرقابيه الموجوده في الدوله. نعم. احنا برضو عندنا يعني حته كده ممكن اشرحها لحضرتك بسرعه. ان احنا عندنا زي انتجريتد سيستم، ازاي بنعمله؟ احنا عندنا ادارتين مركزتين كبار في الهيئه، الاداره المركزيه للتوحيد القياسي ودي مسؤوله عن اصدار المواصفات زي ما قلنا في المجال الغذائي، الهندسي، الغزل والنسيج، الكيميائي، المقاييس، كل اي حاجه ليها علاقه بعدادات او قياس او جهاز يعني بيقيس. وعندنا اداره الجودة، ماشي، دي مسؤولة فيها أقسام ووحدات خاصة بأن هي تعمل اختبارات معايرة، اختبارات برضو في نفس الأربع مجالات، الاختبارات الهندسية الميكانيكية، أنا آسف، الهندسية، الغزل والنسيج، الكيميائية. ومن ضمن الحاجات ديت عندنا مجموعة كبيرة جدا من المعامل بتعمل تيستينج، عندنا واحدة اسمها اختبار بتعمل اختبارات، عندنا واحدة بتدي حاجة اسمها علامة الجودة المصرية. دي علامة معناها ان المنتج دوت اللي طلع مطابق للمواصفة الناس عندنا راحوا المصنع وخدوا منه عينات وحللوها وتأكدوا تماما ان المنتج دوت صالح للاستخدام والمصنع دوت بقى حصل على علامة الجودة. ده بيفيد برضو في موضوع التصدير، ان لو عايزين نصدر حاجه في ناس بتيجي بتاخد من عندنا حاجه اسمها شهاده ارساليه او شهاده مطابقه ان هو عايز يخش الدوله دي طبقا للمواصفه دي. طب قبل ما مسأل حضرتك عن ملف التصدير لان اعتقد ده هام جدا، هل كل المنتجات المصريه لازم تاخد من حضراتكم جوده او علامه جوده ولا لا؟ مش بس شرط بس كل المنتجات المصريه لازم تكون مطابقه للمواصفات، بس مش شرط تبقى واخده علامه لا هي مش الزاميه. اوكي، بس لازم بس هي فيها بتدي ميزه تنافسيه للي بياخدها يعني للمنتج اللي بيحصل بالزبط عليها بالزبط. بس لازم كل المنتجات المصريه تبقى على المعايير المصريه لضمان الجوده؟ مفيش حاجه، مفيش منتج قانوني غير لما يكون متوصف. طب والمش قانوني بتعملوا فيه ايه؟ اللي مش قانوني ده مش حاجات قانوني، كتير مش قانوني للاسف يعني برضه يعني بنحاول. اعتقد حمايه المستهلك بيعاني اكتر. هقول لحضرتك برضه بنحاول نساعدهم يعني بالحقيقه بنحاول نساعدهم يعني احنا عندنا وحده اسمها وحده الصناعات العشوائيه، بنحاول برضه نساعد الناس ديت ان انا اقول له انت قريب انت يعني ممكن. حضرتك شفت التوجيهات الرئاسيه الاخيره ان احنا الناس ديت نتبناها ونتعاون معاها. صحيح، انت قريب، انت راجل شغال وكل حاجه، طيب ما تشتغل طبقا للمواصفه، انت هتستفيد اكتر، تقدر تطلع منتجك هيبقى منافس، هتطلع للنور بسهوله، انت قريب ما تبقاش خايف، كل الناس عايزه تساعدك. ويعني سيترز بنفسه هو قال احنا عايزين نساعد الناس ديت. اجراءات حضراتكم سهله في هذا الامر؟ يعني لو في مكان صغير بيشتغل يعني خارج عن القانون، للاسف في اماكن كثيره بتبيع سلع على قنوات غير مرخصه طبعا وغير قانونيه،
دخول بقى في هذه الدائره انه هي تاخد حضراتكم ختم جوده سهل؟ الموضوع سهل خالص، سهل خالص خالص يعني، ما فيهوش اي مشاكل. الناس بتخاف شويه من الاجراءات الكثيره يعني. اي حاجه يعني، ده اللي بنقول عليه الريزيستنس تو تشينج، ان الناس بتبقى خايفه من التغيير، بس هو تغيير للاصلح، هيخليه اقوى، هيخليه احسن. طب خليني اتحول مع حضرتك بقى لنقطه التصدير. حضرتك بتتكلم عليها، الى اي مدى المواصفات القياسيه ممكن تسهم في زياده معدلات التصدير؟ هنتكلم بقى عن دور الهيئه في الحته ديت. ايه الهيئه بتعمل ايه؟ هقول لحضرتك، مفيش مكان او مفيش مصدر هيقدر يدخل منتج بلد معينه غير لما يكون متوصف، سواء مواصفه قياسيه مصريه او مواصفه قياسيه خاصه بالبلد. زي مثلا لو قلنا على اوروبا يبقى ليهم السي اي مارك، افريقيا طب ما هو محتاج مواصفات برضو. الهيئه عندنا، هنتكلم مثلا عن افريقيا لان حضرتك كنت بتتكلمي عن حاجه كده عن افريقيا. الهيئه عندنا عضو في منظمه الارسو اللي هي منظمه التقييس الافريقيه. نعم. فاحنا عندنا لينك متواصل ودائم وبنشارك في اعداد جميع المواصفات الافريقيه. فانا بسهوله جدا اقدر ادي المواصفات ديت للمصدر. عندنا حاجه اسمها نقطه التي بي تي، التريد بارير تريتي، دي نقطه الوحيده اللي موجوده او احنا المسؤولين عنها في مصر. فلو حد عنده مشكله، عنده استفسار، عنده اي عائق يعيق التجاره، بيقدر من خلالنا ان هو يتواصل معانا وبنحلها له وبنزللها له وبنتواصل مع المستويات الاعلى ونحلها له. عندنا زي ما قلت لحضرتك علامه الشهاده الارساليه وشهاده المطابقه. اي حد عايز يصدر باتش او حاجه معينه ممكن يجي ياخد عليه من عندنا، بناخد منه عينه ونعمل عليه كونفيرميتي او اختبارات، وبسهوله يقدر ياخد الشهاده ديت ويقدر يصدر بيها. هل دي حاجات ملزمه ولا برضو غير ملزمه بالنسبه على حسب للمصدر؟ البلد اللي هو رايح لها، على حسب المنطقه او البلد. على حسب البلد اللي يعني هو رايح لها. يعني في بلاد بتستلزم ده، ما ينفعش تصدر هناك طبعًا حاجات غير بهذه الشهادات. طبعا اكيد. ايه اصعب منطقه ليها معايير جوده؟ مفيش اصعب، والحقيقه المصنعين المصريين عندنا ووزاره الصناعه عامله سبورت جامد جدا للناس المصنعين اللي بيصدروا يعني. بامانه والله في برامج الحقيقه رفعت حضرتك لو شفتي اجمالي الناتج، اجمالي الدخل المحلي ونسبه الزياده في الصادرات، نسبه رهيبه جدا عاملها الوزاره في الفتره الاخيره يعني. والناس عندنا بصراحه شاطرين جدا. نعم. ممكن يكون في حد بس مش عارف التراك، فاللي مش عارف التراك اتفضل يجي لنا وهنقول له هنساعده، وهيبقى الموضوع بالنسبه له اسهل كتير. بس يعني دايما بيقولوا انه البضائع او الصادرات اللي بتذهب للاتحاد الاوروبي ليها معايير مختلفه، اليابان اعلى، الولايات المتحده الامريكيه ممكن تكون في بعض المنتجات يعني هقول لحضرتك، ما هو الحاجات ديت كلها ابتو الستاندر اللي البلد شغاله بيه. انا ممكن احط معاييري اعلى من المعايير الدوليه. يعني ما فيش مانع، لا يمنع ذلك يعني. بس في مناطق بتستوجب ان هم ياخدوا شهادات من عند حضراتكم، في مناطق بالزبط ممكن مصدر يصدر. طب ليه دايما عندنا فكره كده في مصر يا دكتور انه المنتج اللي بيتصدر احسن من اللي موجود في السوق المصري؟ لا ليه الفكره دي موجوده؟ اقول لحضرتك حاجه، اي مواصفه في بتطلع في اي مكان يعني، احنا بنطلع مواصفه في اي مجال من المجالات اللي قلنا عليها ديت، مثلا هنقول مواصفه في مجال الغذاء مثلا، المواصفه لازم زي ما تطبق محلي بتطبق خارج. ده اتفاقيات دوليه، ما ينفعش ان انا اشتغل، ما فيش حاجه اسمها دبل ستاندرد، انا بشتغل ازدواج معايير جوه يعني. جوه وبره الاثنين زي بعض، ما فيش اي مشكله خالص في الكلام ده. حضرتك زي ما قلت كده، ممكن مثلا الاتحاد الاوروبي عامل حاجه زي السي اي مارك مثلا، فده عامل ريكويرمنت او لوائح اعلى شويه. ماشي خلاص اوكي. ده انما اي منتج موجود جوه مصر بيطبق عليه نفس المعايير، او لو يطبق عليه مواصفه مصريه هي دي نفس المعايير اللي بتطبق بره وجوه. السؤال الاخير، هل الدوله المصريه حاطه معايير للي هيدخل لها من منتجات؟ طبعا طبعا طبعا، لازم تكون مطابقه للمواصفات المصريه الالزاميه اكيد. يعني بتحافظوا على المنتج اللي داخل مصر من طبعا يا فندم في كل القطاعات اكيد. طيب والاغذيه؟ طيب يا دكتور مالها كويسه يعني اللي جايه من الخارج برضه بيطبق عليها نفس المعايير؟ حسب المناطق ولا كله سواسية يعني؟ هي داخلة طبقا للمواصفات، داخلة طبقا للمواصفات، وفي هيئة سلامة الغذاء برضو دي بتقوم بدور كبير في الموضوع دوت يعني، تساعدنا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. فاصل قصير، أكون في انتظار حضراتكم، أنا أستاذ أنتيل. رح
ارحب بحضراتكم من جديد في المواجهه الثانيه، ناقش فيها العديد من القضايا والملفات المحليه والدوليه. اسمحوا لي ارحب بضيفي الكريم في الاستوديو ولقائنا المتجدد مع الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الحليم انديل. استاذ انديل برحب بحضرتك. نبدا كالعاده محليا يا استاذ انديل، الحقيقه انه وضعت الدوله خريطه استثماريه تقدم من خلالها كثير من المزايا لو نقدر نقول للمستثمرين محليا واجنبي، يعني بشكل محلي وبشكل اجنبي. يعني في هذا الطريق في تحسين اعتقد لشبكه الطرق والمواصلات، تطوير مطارات وموانئ بشكل كبير، تطوير النظام المالي والمصرفي، برضو بعض التشريعات للتسهيل على المستثمرين. تعليق حضرتك ايه على هذه النقطه؟ اعتقد ان النقطه الاخيره التي اشرت اليها هي النقطه الاهم. يعني دائما ما نسمع عن فكره الشباك الواحد، يعني نظريه الشباك الواحد، تقريبا من 30 سنه بنتكلم في الشباك الواحد. المشكلة الأساسية أو واحدة من المشكلات الأساسية الكبرى هي تعقيد الإجراءات. الحكومة في الفترة الأخيرة بذلت جهدا كبيرا في تبسيط الإجراءات، وأظن أنه على الدوام لابد من مزيد من التبسيط بالتفاعل مع المستثمرين. طبعا قضية الاستثمار قضية واسعة جدا، يعني في عناصر طاردة للاستثمار وعناصر جاذبة للاستثمار. تبسيط الإجراءات عنصر مهم جدا، وضوح الخريطة الاستثمارية وهذا تحقق فيه تقدم كبير عنصر مهم. طبعا تقليل الخطوات البيروقراطية مهم، لأنه في شكوى دائما يعني من المستثمرين خاصة العرب أو كذا، من أنه إجراءات البيروقراطية فيها قدر من الفساد بصفة عامة يعني. وطبعا دي مشكلة بتعاني منها البيروقراطية المصرية سواء في التعامل مع المواطنين أو التعامل مع المستثمرين. أظن أنه الجوانب الخاصة بالضرائب أو غيرها، مستوى الضرائب في مصر منخفض يعني قياسا لكثير من البلدان، ما هوش عائق، ليس عائقا كبيرا. طبعا الاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة، وهذا جانب من الصورة، فيها قدر واضح من التحسن. يعني 2020 في 5.9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة. ولما نقول استثمارات أجنبية مباشرة عادة ما يقصد بها الاستثمارات غير البترولية. نعم. في العام التالي 2021 حسب التقديرات الرسمية تراجعت إلى 5.4، وفي العام المالي الجديد يتصور أنها ستصل إلى 8.3 مليار دولار. طبعا لا نريد أن نتوقف دائما عندما يقال إن إحنا أكثر بلد جاذب للاستثمار في أفريقيا، وتاني إحنا تاني أكبر بلد في المنطقة العربية صحيح، بس علينا أن نلحظ الفرق. يعني في 2020 الذي يقاس عليه إحنا كنا رقم 2 في المنطقة العربية، رقم 1 هي الإمارات 20 مليار دولار. يعني في فجوة كبيرة جدا، فما زال الأمر متسعا لجهود جبارة في هذا الإطار. في الداخل الاستثمارات الذاتية عادة ما ينظر لحجم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار السنوي. طبعا حجم مشاركة القطاع الخاص انخفض في السنوات الأخيرة، وامتازت السنوات الأخيرة بتوسع في الاستثمارات العامة، وهذا أمر كان ضروريا، يعني اقتصاد الضرورة أن تتقدم الاستثمارات العامة، لأنه بدونها كان يمكن لمعدلات النمو أن تنخفض جدا. وعادة ما يقال أن إجراءات الإصلاح المالي والنقدي هي السبب في زيادة معدلات النمو، أنا رأيي طبعا الاستثمارات العامة هي السبب الأساسي في النمو في قطاع التشييد والبناء والطرق والبنية الأساسية عموما، إضافة لتوظيفها ملايين من الناس. طبعا مطلوب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى فيها مساهمة أكبر للقطاع الخاص. طبعا مشكلة مساهمة القطاع الخاص ذات وجهين. وجه قديم أن القطاع الخاص بين قوسين عادة ما ينشط في قطاعات لم تعد مطلوبة، يعني القطاع العقاري إلى آخره إلى آخره. مطلوب يعني تحسين ثقافة القطاع الخاص وتوجيهه إلى الوجهة الصناعية، وفي هذا السياق فيه عدد كبير من الإجراءات برضو جرى يعني تسهيلها، والمحصلة إلى الآن مبشرة. مبشرة بمعنى إيه؟ إنه في تحسن، في تحسن انعكس في زيادة الصادرات، وإن الدولة في التصدير والاستيراد في قائمة. إيه اللي احنا بنستورده أكتر؟ فمحاولة الإحلال الواردات ومحاولة زيادة الصادرات. طبعا الأرقام صارت معروفة، القطاع الصادرات غير البترولية
وصل ل 33 وشوية مليار دولار، وقطاع الصادرات البترولية والغاز وكده وصل ل 12.6 بمجموع 45 وأكثر مليار دولار في السنة، وهذا تقدم كبير. قياسا لما تستهدف الدولة المصرية أو على الأقل على لسان الرئيس السيسي قبل نحو العام، نحن نريد أن نزيد الصادرات إلى 100 مليار دولار في السنة. بدأ هذا هدفا طموحا جدا، لكن أعتقد أنه عند طرح هذا الكلام كان المطلوب زيادة الصادرات 3 مرات، دلوقتي تقريبا إلى مرتين. تم طرح أيضا يا أستاذ أنديل، بما حضرتك اتكلمت عن القطاع الخاص، رئيس في آخر مداخلات كان يتكلم عن ضرورة دخول القطاع الخاص كمان إداريا في بعض قطاعات الشركات العمل العام. لا، هو في إجراءات ملحوظة، منها مثلا عرض الرئيس أن كل الشركات المملوكة للدولة أو بعض القطاعات بما فيها الجيش تطرح في البورصة للمشاركة العامة، في كلام عن بيع يعني بعض الشركات، لكن أنا أظن أنه المطلوب أن ينشئ القطاع الخاص، يعني لا يجب أن يكون يعمل يعني دائما يحتاج إلى إسناد، وهذا أمر متعلق بتغيير ثقافته وإحلال فكرة المصنع محل فكرة العمارة. المصنع المصنع المصنع، لأنه بدون ذلك سنظل في دائرة مفرغة. أيضا يجب الأخذ في الاعتبار أنه معدل الادخار منخفض في البلد رغم الكم الهائل المعروف من ودائع المصريين في البنوك، أكثر من 7 تريليون جنيه مصري. طبعا أوهام وشائعات من نوع أنه نقص سيولة، لا يوجد شيء من ذلك طبعا، دي يعني كلام بتوع البطاطا، لكن الفكرة أنه ما لدينا بالفعل أقل من المطلوب في عملية التمويل، ومطلوب أن احنا نحد من فكرة الاستدانة، وهو ما فيش إمكانية لحد في فكرة الاستدانة دون زيادة معدل الادخار أو اختيار مشروعات بعينها وطرحها للاكتتاب العام لامتصاص مدخرات، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص أو قطاع خاص من نوع مختلف. الدولة بتنشأ إلى إنشاء جيل جديد من رجال الأعمال من في المجمعات الصناعية وفي غيرها، وأظن أنه قرار إنشاء مجلس صناعة النسيجية خطوة مهمة في هذا الإطار. أنا كنت صراحة تخطى يعني مجلس صناعة النسيجية بصراحة بيطرح فكرة بسيطة جدا يلاحظها كل الناس. إحنا عندنا امتياز تاريخي في الصناعات النسيجية، مطلوب أن أنت تعمل قفزة في الصناعات النسيجية، في مجهود لدمج عدد كبير من الشركات. المجلس صناعة النسيجية اللي بيجمع كل الأطراف سواء عامة أو خاصة أو مجلس التصديري، هذا عنصر الأهم اللي لاحظته في أهداف هذا المجلس، عنصر هام جدا وملموس، أن الملابس الجاهزة المصرية تحسنت نوعيتها جدا، لكن لازالت أسعارها غير تنافسية، فمحاولة خفض التكلفة يعني عندنا متوفر أيدي عاملة، يعني غير أيدي العاملة في ضرائب وفي الطاقة، أسعار الطاقة رسوم. أسعار الطاقة للمصانع مطلوب خفضها. أتحول معك لألمانيا، النهاردة بتبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أول جولة رسمية لأهل الشرق الأوسط، فلسطين، إسرائيل، الأردن، مصر. يعني يقال أنه الأسباب من وراء هذه الزيارة النظر عن قرب من عملية السلام ومجال حماية المناخ، رأي حضرتك إيه فيها؟ أنا لينا بيربك كما هو معروف الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أولاف شولتس، ده يعني ائتلافية، أهم حزبين حزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب أنا لينا اللي كانت بتنافس على منصب المستشار. وطبعا معروف أنه مع بداية هذه الحكومة بعد فترة طويلة من حكم المستشارة ميركل جرى قدر من الاضطراب أو صدر بيان عن الخارجية الألمانية كان ينطوي على تدخل في الشؤون الداخلية المصرية من شهرين أو يعني من نحو شهرين، أقل من شهرين. طبعا زيارة وزيرة الخارجية يعني الغربال الجديد له شدة زي ما بيقولوا، بقى بيبقى يدركوا أبعاد الموقف. فالوزيرة جاية المنطقة لزيارة عدد من الدول وأولها مصر، وأعتقد أنه في عهد ميركل في تطور هائل في العلاقات المصرية الألمانية، ليس فقط في زيادة معدل التبادل التجاري لحوالي 5.7 مليار دولار أو كذا. طبعا الصادرات الألمانية عموما، ولسه صدر اليوم هناك تقرير عن انخفاض
يعني انه رغم زياده الصادرات الالمانيه زادت الواردات الالمانيه، فالصافي الفائض التجاري قل في المانيا طبعا بالنظر لاوضاع كورونا وتبعات. لكن اللي اعتقد انه بيربك بما انها رئيس حزب الخضر فلديه اهتمام خاص بقضيه المناخ، مفترض انها تناقش ده مع السيد سامح شكري وزير الخارجيه اللي هو الرئيس المعين لمؤتمر المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر مع نهايه العام الجاري. ايضا حجم تعميق العلاقات ذات الطابع الاقتصادي والامني والعسكري وغيرها. واعتقد انه هي بالمره في اطار الفولكلور المطروح في المنطقه عبر عشرات السنين جايه تناقش قضيه السلام والى اخره، لانها هتزور اسرائيل وفلسطين والاردن وكده. مهتمة أنتقل مع حضرتك لتونس، المستجدات حل مجلس القضاء الأعلى يوم الأحد، البعض شايف أنها خطوة تأخرت والبعض الآخر شايف أنه كده أصبح هناك استحواذ على معظم سلطات تقريبا في الدولة. شعبيا يرى أنها خطوة تأخرت، نخبويا يرى أنها خطوة في اعتداء على استقلال القضاء من بعض الأطراف. في الحقيقة أن الرئيس أعرب عن نيته في انهاء المجلس الحالي المجلس الاعلى للقضاء في تونس، لكن لم يصدر بعد التشريع. هو طبعا بوسع اصدار تشريع لانه اخذ كل السلطات على دورتين سواء في 25 يوليو او في سبتمبر طبقا للتعديل 117، فهو من حقه، فهو بيصدر اصدار قانون جديد للمجلس الاعلى للقضاء. وطبعا هذا الإجراء بيلقى شعبية كبيرة جدا، لأنه زي ما قلت قبل كده الأوساط التونسية المؤيدة للرئيس قيس سعيد ترى أنه متباطئ جدا، أو يعني إجراءات تمتاز بالبطء. طبعا في كلام كبير جدا يصور في تونس أنه قد يخدم على الخطوة الأخيرة ذات الشعبية الهائلة المتعلقة بحل حزب النهضة ربما في الأسبوع القادم، أو قد لا يخدم عليها، لكن هناك توقعات قوية جدا في هذا الإطار. ما اختلف في تونس من حيث السياق السياسي ان الرئيس بيقول بوضوح، ووزير خارجيته جراندي لما اوضح لممثلي الدول السبع الكبرى انه لا جديد في حرص على استقلال القضاء وعلى الحريات العامه. وجود المجلس الاعلى للقضاء من عدم وجوده لا يعني شيئا بالنسبه للنظر القضايا ولا التعيينات. الرئيس قيس سعيد اتكلم عن انه لن يتدخل لا في تعيينات ولا في قضايا. ايضا المشهد بينطوي على ما يؤيد ما ذهب إليه رئيس قيس سعيد وتؤيده في الأوساط الشعبية. ما فيش نظام قضائي في الدنيا، عشرات من جمعيات القضاء، يعني فكرة تداخل السياسة في القضاء تسييس القضاء أمر واضح جدا يعني في المشهد من غير تعمق. أيضا فكرة أن في 6600 أو يعني أكتر من 6500 قضية مشتبه في أمرها خلال الفترة الماضية. الخلفية العامة الوضع في تونس فيها حاجتين ظاهرتين. واحد ان الرئيس عمل مخطط بنهاية العام الجاري يفترض ان تعود تنتهي فترة الاجراءات الاستثنائية ويبقى فيها مؤسسات كاملة بانتخاب البرلمان، وفي 17 ديسمبر في العام الجاري وفي 25 يوليو من العام الجاري اللي هو الذكرى الاولى لاجراءاته في استفتاء على دستور جديد او تعديلات دستورية شاملة. طبعا الرئيس قيس سعيد بحكم هو بضاعته التي يعني تروج عند الناس هي شيء واحد، انه راجل نزيه ومستقيم، وهذا امر صار يعني ضالة التونسيين في بعد فجعتهم في نخبهم وفترة العشر سنوات اللي بيسموها سنوات ال 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 السوداء او الفترة السوداء. اعتقد ان هذا الخلاص من هذه الفترة ان الرئيس قيس سعيد، ننتظر ونرى التشريع الجديد اللي يصدره بصدد المجلس الاعلى للقضاء، لكن فعلا علينا ان نلحظ انه على الاقل اصبح مشهورا على نحو شامل عالم الطابع. مثلا قضية مثال من 9 سنوات اللي هي قضية اغتيال شكري بالعيد والحاج محمد في يعني قيادي يساري وقيادي نصيري جرى اغتيالهم ومتهمة حركة النهضة. والفكرة الذي يجب أن تقرب الصورة لأذهان الناس إن هي فكرة أن حركة النهضة بجذورها الأخوانية اتبعت سياسة تمكين في مؤسسات الدولة
بما فيها القضاء خلال الفترة الماضية. وإلا ما ضاعت ملفات أكثر من 6000 قضية زي ما شايفين. الكلام عن إضراب اليوم إضراب محدود جدا لأن هو جماعات، يعني القضاء اتحول لأحزاب، يعني دي مشكلة التسييس الذي حصل للقضاء، وطبعا القضائية. أثر المال والتدخل، المال مع السلطة وارد، والمال مع السلطة مع القضاء دمر مصداقية التحول الديمقراطي في تونس. والرئيس قيس سعيد يسعى لاستعادة هذه المصداقية في أجواء تمتاز بمشكلة اقتصادية متفاقمة. الحقيقة أنا أظن أن أطرافا بعينها يجب أن تتقدم لتقديم عون مالي لتونس. وأعتقد أنه المدهش في الأمر أنه كلما قيل أن معارضة قيس سعيد تزداد، وهذا يبدو ظاهرا عند مستوى النخب، لكن يبدو أن أقدامه مغروسة في تربة أحلام وأوجاع التونسيين. وتونس الحقيقة ملف دائم معنا هذه الفترة وهام جدا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ أنديل الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عبد الحليم أنديل ضيفي الكريم. مشاهدينا الكرام، أنا أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.